هو خصنا نعرفوا ان هذا السوق الصينيه راه سوق متميزه بالنسبه للمغرب بصفه عامه، راه اول سوق مصدر للسياح في العالم. تقريبا راه ما واحد 20 سنه اللي 25 سنه اللي فاتت لما كان عدد السياح في العالم بصفه عامه كيرتفع بنسبه معدل ديال 4%، يعني جميع السياح، فالنسبه نتاع السياحه الصينيه اللي كتخرج تزور دول العالم كان كيرتفع ب 18%، ولهذا وصلوا تقريبا ل 164 مليون سائح في 2019، علما انهم كانوا في حدود 4 مليون ديال السياح ولا في 1995، يعني في 25 سنه من 4 ل 164 مليون. هذا معطى. تجربه المغرب مع السياح الصينيين بدات مع تقريبا يعني من الاهتمام هذا السوق، هذا بدا من يونيو 2016. لان قبل 2016 كان تقريبا 40 الف ديال السياح اللي تيجيو للمغرب، وفتح الفتح ديال الحدود الرقم بدا غادي وهو يرتفع، 100 الف، 170 الف، 180 الف سنة بعد سنة من 2016. يعني باش نعود نأكد أنه قبل 2016 كانت غير 10 الاف. في 2016 منين مالك ديال البلاد خاد قرار باش يلغي التأشيرة للسياح الصينيين، في ذاك 6 شهور الأولى استقبلنا 40 الف، يعني في 6 شهور استقبلنا 4 المرات داك الشيء اللي كيكون في العام. العام اللي من بعد منه 100 الف، من بعد 180 الف، جات الكوفيد فعلا وقفت كل شيء. ولكن هو سوق مهم، وسوق على المستوى البعيد راه هو اللي غادي يكون كيمثل واحد النسبه كبيره، راه تقريبا من اصل 1.3 مليار سائح اللي غادي تكون كتخرج في العالم في 2030، راه 251 مليون سائح صيني. هذا راه معطى مهم بزاف. فاذا الفتح ديال الحدود مزيان، لانه بعد التراجع على ذاك القرار اللي كان فيه يناير، لأنه المغرب كان عنده تخوف ربما من انتشار العدوى، ولكن كيجي ربما الوقت ديالو دابا مع توقيع على خريطة الطريق، مع تقديم مخطط عمل ديال المكتب الوطني المغربي للسياحة اللي خصو يزيد ينشر في ديك الحملات التسويقية ديالو أرض الأنوار، ولهذا لابد نوجدوها، لابد ربما أول سوق اللي خصها تمشي ليه دابا هو السوق الصينية. ولكن خصنا نعزو النقل الجوي. النقل الجوي هو العنصر المهم اللي غادي يقدر يعطينا اننا نستقطبوا اكبر عدد من السياح. اذا كانت هذه الامور هذه، يعني استقطبنا هذا السياح الصينيين اللي سمعوا على المغرب وشافوا الانجازات ديال اسود الاطلس والاشعال اللي حقوا المغرب، اليوم هي كتحيد عليهم ذاك القرار ديال المنع، ما بقاش هما اولا ما كيجيو للمغرب بدون تاشيره، اذا هذا عنصر مشجع. شنو اللي كيبقى؟ كيبقى النقل الجوي. والمغاربه راه عرفوا هذا السوق هذا، وراه تعاملوا معه ابتداء من قبل، مع 2016 كانوا كيتعاملوا معه، ولكن من 2016 العدد الناس كتزيد اكثر، ولهذا انا كنظن هذا راه معطى ايجابي وغادي يعزز المكانه والارقام تاع المغرب في هذه الشهور المقبله والسنوات المقبله ان شاء الله.